إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، لكن نسبة لضيق الزمن نقيف مع القليل منها. الفائدة الأولى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الصبيان والغلمان دين الله سبحانه وتعالى، وبالذات التوحيد، لأنه قال له يا غلام إني معلمك كلمات، وبعدها قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عشان كده نحن يا جماعة نحرص كلنا على تربية أبنائنا وبناتنا الصغار والكبار، نحرص أن نعلمهم العقيدة والتوحيد. الشافعي من صغير تعلم أنه ما يشرك بالله، لأنه لقمان قال لابنه، ربنا قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مع أنه ولده ما أشرك، والمولود بيولد أصلا على الفطرة، بعدك أبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكن رغم ده كله قال لي لا تشرك بالله. فالليلة تعلم أولادك وتعلم إخوانك الصغار، حتى لو ما كنت متزوج تعلم إخوانك وأخواتك الصغار إنه ما يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيء، ما يمشوا لقبة يتبركوا بها، ولا يمشوا لشيخ طريقة، ولا يمشوا لفكي، ولا يستغيثوا بغير ربنا سبحانه وتعالى. إنما تعلم ابنك إذا دار يستغيث يستغيث بالله، ما يستغيث بشيخ ولا بفكي ولا بولي ولا بشيطان، استغيث بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك به أحدا. ده النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس إنه قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه اللي بيسأل غير الله وبيرجو غير الله وبيدعو غير الله، زي الناس اللي بيدعوا الميتين وبيدعوا القبب وبيدعوا القبور والأولياء والصالحين، ده شرك بالله عديل وكفر بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الليلة بنشوف مساجد عديل وجوامع مدفونين فيها فوكا يجوا الجامع، مسجد تلقاه قدر الضربة، حدادي مدادي تلقى دافنين فيه والشيخ جوا ذاته، لا دافنينه عشان بدل ما يصلوا ويعبدوا الله ويستغيثوا ويدعوا الله، والمساجد اصلا بنيت لله، دفنوا الشيخ ده هنا عشان يستغيثوا به ويدعوه ويتوكلوا عليه. ولهذا السبب وغيره حرم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في المساجد اللي فيها قبور او قبب او اضرحة. اما كونه نمشي نكسرها نحن برانا ده ما بيجوز برضه، ده حرام، ده شغله بتاعت الحكومات والحكام، انما نحن بنكسرها جوا قلوب الناس مش بنمشي نكسرها برا. ونبين للناس انه الكلام ده باطل. النبي عليه الصلاه والسلام قال شرار الخلق عند الله، يعني اكعب الخلق عند الله من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الناس اللي بيتخذوا القبور مساجد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ديل شرار الخلق عند الله. أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم دي ما بنى الرسول ولا بنى واحد من الصحابة ولا واحد من التابعين، إنما بناها واحد اسمه ابن طولون، ابن طولون ده حاكم، عرفته؟ ما بنى واحد لا من الصحابة ولا من التابعين،
ولا من تابع التابعين، فده باطل. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وكانت خارج المسجد. فجاء الوليد بن عبد الملك في سنة كم 30 هجري أو كم 80 هجرية عفوا كم 80 هجرية فأدخلها داخل المسجد، فمنعه من حضر من علماء التابعين فرفض ذلك وأصر أن يدخلها داخل المسجد. فجاءت الحكومات من بعده ففصلتها من المسجد، الآن مفصولة بجدران ثلاثي، عرفته؟ فهذا هو الأمر، لأن الأنبياء لهم خصوصية ليست لغيرهم. الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمر معلوم ومعروف عند العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله.